صباح الخير عليكم في حلقة جديدة من شقاوة شطار. النهاردة احنا معاكم في حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة مختلفة تماما. النهاردة احنا هنكون معانا مجموعة من اصحابنا، هم اللي هيعملوا الفقرات بنفسهم. هنشوفهم مع بعض وهنشوف هيعملوا لنا ايه في حلقتنا النهاردة. في بداية الحلقة افكركم بالجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار، تابعونا وتابعوا عليه كمان حلقتنا بقى وحلقاتنا بعد اذاعتها. تعالوا نبدأ حلقتنا دلوقتي ونشوف اصحابنا هيقدموا لنا ايه. دلوقتي وصلنا معايا كل فقرة الورشة، هتعملي لنا ايه النهاردة يا ميس بسمة؟ هنعمل النهاردة برواز عشان البرنامج بتاعنا. برواز هنكتب عليه شقاوة شطار وهنحط عليه كل الفلاورز والورق اللي احنا ملونينه ده. اوكي، هيبقى حلو قوي، ممكن احنا في البيت نعمله وسهل خالص. اوكي، اول حاجة هنستخدم عندنا النصبيان. اوكي، عندنا فرخ نصبيان هنفرغه من جوه وهيبقى شكله كده اهو، وهنجيب فوم جليتر هنلزقه على النصبيان. اوكي، بعدين هنجيب هنكتب بقى، هنلزق بقى كلنا. يلا يا داي، احنا مسكنا بقى عندنا الكانسون فرغناه وكتبنا الحروف زي ما انتم شايفين كده، فرغناها كلها، كل حروف الكلمه بتاعتنا، وعملنا ورد بالكانسون بالالوان. ممكن نعمله بكذا لون او بلون واحد زي ما نحب طبعا، وننقي الالوان اللي احنا بنحبها، وهنلزق بقى سوا كده هو الكلمه بتاعتنا شقاوة شطار. كده خلصنا كلمة شقاوة شطار، هنعمل ايه تاني؟ دلوقتي بقى هنلزق الانيمالز دي الفراشة دي اللي احنا مثلا جبناها صورناها ولوناها وبقت جميلة خالص. ودي ضايق بقى ايه، انا دلوقتي بقول شكرا لمس بسمة عشان هي ساعدتنا نعمل البرواز ده. دلوقتي وقت المطبخ، هتعمل لنا ايه النهاردة يا مس بسمة؟ هنعمل النهاردة سويس رول بسكوت، سهلة قوي، وعشان ما تعبش ماما لو احنا عايزين جعانين ولا حاجة، او عايزين جايلنا صحابنا وعايزينهم معانا، فنأكلهم ايه؟ بصوا، احنا معانا بسكوت ساده خالص، ومعانا كريم شانتيه، ومعانا عشان نزين الاكله بتاعتنا كانتالوب وفراوله والسويت بتاعتنا. اوكي، اول حاجه هنبتدي ناخد البسكوت. البسكوت لازم يكون مكسرينه خالص، صغير خالص كده اهو.
شفتوا بقى عامل ازاي الكريم شانتيه مع البسكوت. اوكي بعدين هنحطه في الفويل ونقفل الفويل كويس كده عشان ما يطلعش منه ونلفه كويس كده اهو عشان لو عندنا عيد ميلاد اي حد من اصحابنا عايزين مثلا نجيب له هدية ممكن نعمله دوت او نعمله في البيت. تمام ونحطه بعد كده في الفريزر. احنا مجهزين واحد بقى تاني عشان لما يطلع من الفريزر هيكون شكله كده. طبعا بنكون غسلين ايدينا كويس قبل ما نعمل اي حاجة صح يا ضي؟ اوكي نقطعها بقى. هنزوقها بقى بالفراولة كده ايه رأيكم في البسكوت بتاعنا النهارده؟ تحبي ايه؟ حلو؟ بتحبي ايه في الفاكهه؟ كانتالوب. تحبي الكانتالوب؟ وانت يا ضاي بتحبي ايه؟ فراوله. تحبي الفراوله؟ هتاكليها بقى الثانيه دي كده انت تدوقيها كده. انتهت فقرتنا، يلا بينا عشان نروح الفقره الجديده. يلا دلوقتي نبدا مع فقره شو العرايس، يلا نفرق. يا مامي 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 انت فين يا مامي؟ انا هو جيت لكم اهو يا حبايبي. ازيك يا مامي؟ ازيك؟ احنا جعانين هنموت من الجوع يا مامي. انا كمان يا مامي جعان والله العظيم، انا جعان جدا جدا، انا جعان عايز اكل. جينا كنت لعبت النهارده كوره في النادي لما خلاص مش قادر. وانا كمان يا مامي لعبت في المراجيح وسبقت كل اصحابي على الزحليه، بقيت اطلع فوق وانزل تحت على طول وانا اول واحد يسبقهم. على فكره انت بتقول كده وخلاص، على فكره يا مامي في واحد سبقه، في واحد سبقه. انت ليه دايما بتقول كده معايا؟ انا بقول ان كل انا مش بكذب يا مامي، انا شفت من بعيد واحد سبقه. انت شطور خالص يا حبيبي. يلا انت عارفين انا عامله لكم اكل ايه النهارده؟ عامله لكم اكل تحفه يجنن. الله يا مامي هناكل ايه؟ هناكل ايه؟ عامله لكم فراخ ورز وخضار. الله انا يا مامي عايزه اكل، انا جعان موت. ايه ده يا مامي؟ ما امبارح اكلنا فراخ ورز وخضار. لا ماليش دعوه يا مامي، انا عايزه النهارده اكل حاجه جديده لو سمحتي. ممكن يا مامي بعد اذنك النهارده اكل حاجه جديده؟ يعني ايه حاجه جديده؟ ما هو كل يوم صف خضار مختلف والخضار ده قد ايه مفيد. مامي لو سمحت يا مامي انا عايزه اكل حاجه جديده، يعني بعد اذنك انا عايزه النهارده اكل بره البيت اصلا، لان انا ممكن عايز اغير يعني. ليه انت بتقول كده؟ شفت يا مامي انا بحب اكلك جدا وكمان هو مفيد. على فكره اكل مامي مفيد جدا جدا جدا. ايوه الاكل مفيد جدا، لكن الاكل بتاع بره ده بيوجع بطننا ويخلينا ما نكبرش خالص، لكن الاكل بتاعي هيخليك جميل وامور. ممكن لو سمحت ما تتدخلش؟ ممكن بعد اذنك ما تتدخلش؟ ماما انا النهارده عايزه اكل بره علشان انا فعلا فعلا عايزه اغير. بعد اذنك يا مامي. انت عارف ان انت بتعمل كده حاجه مش صح. بعد اذنك يا مامي، بعد اتاخر انت بس كده شويه. بعد اذنك يا مامي ممكن؟ اتفضل انزل خلاص. انت عارف مامي هتسيبك تنزل ليه؟ علشان تجرب ان اللي انت بتعمله ده حاجه مش صح. مالكش انت دعوه، المهم ان انا اكل من بره. سلام عليكم، باي باي. مامي انا جعان يا مامي اكليني بقى، انا هاكل الاكل اللي حضرتك عاملاه عشان انا بحب اكلك جدا لان هو مفيد ونضيف كمان. يلا يا حبيبي نروح ناكل. يلا. يا بطني بتوجعني جدا، انا مش قادر، بطني وجعاني. وطبعا لو قلت لاخويا ايه بطني وجعاني هيقعد يتريق عليا ويقول لي انا قلت لك. لا انا هقعد هنا شويه اريح كده في الجنب شويه علشان واخد كده روحه كده يمكن بطني تبقى كويسه. يا بطني مش قادر، دي وجعاني جدا جدا جدا، انا مش قادر، مش عارف اعمل ايه، ملاقيش حل بقى وامري لله. يا مامي ايه في ايه اللي حصل؟ مالك؟ انا اسف يا ماما، بطني وجعاني جدا، مش قادر وجعاني بجد، مش عارف اعمل ايه. انت اكلت ايه؟
انا سامع ان انت بطنك وجعتك، شفت بقى؟ بس بقى والنبي عشان انا مش ناقص، لو سمحت كل شويه انا عامل حساب ان انت هتقعد تقول لي كده. يا مامي بصي انا مش قادر مش قادر. انت اكلت ايه من بره؟ اكلت فين؟ بصراحة 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 يعني عشان انا مش متعود اكدب عليك يا بابي، يعني هو كان في راجل ماشي كده معدي بعربية وكانت عليها حاجات شكلها حلو والوانها كتيرة وبتاع، فانا اكلت من على العربية. يا نهار ابيض، كمان ما اكلتش من السوبر ماركت او في مطعم نضيف، كمان كمان اكلت من العربية، ازاي انت تعمل حاجة زي كده؟ بص بقى انا عرفت غلطتي خلاص، انا ما كنتش بصراحة يعني متخيل الموضوع بيوجع بطني قوي كده. اوه يا بطني، اوه يا بطني، شفت بقى لما قلت لك الاكل المفيد كمان مش بس كمان وجع بطنك، هو ما فادش جسمك في حاجة خالص. ممكن يا بابي الدواء بقى، بس انا اذنك انت بس كده شوية، ممكن يا بابي بعد اذنك لو سمحتي اخد اي دواء، انا بطني وجعاني جدا. خد الدواء اهو. شفت بقى، شفت شفت انا داخل انام بعد اذنك. شفتوا بقى يا اصحابي، شفتوا 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 ده الغلط، ان احنا ناكل من حاجات في الشارع ومش متغطيه وكمان بتتعرض للحشرات، ودي حاجه مش كويسه خالص خالص خالص. احنا لازم ناكل الاكل النظيف اللي بيعمله ماما في البيت، اولا لانه مفيد، تاني حاجه علشان هو نظيف. اتفقنا يا اصحابي؟ اتفقنا. يلا باي 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 يا اصحابي، باي 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 باي. خلصت حلقتنا النهارده من شقاوة شطار، وشوفنا مع بعض اصحابنا عملوا لنا مجموعه جميله جدا من الفقرات، فقره الورشه والمطبخ، وكمان شفنا مسرح العرايس. طبعا جميل جدا ان احنا دايما نحاول نعتمد على نفسنا ونعمل حاجات كتير بنفسنا، دايما دايما بنتعلم حاجات جديده معانا في شقاوة شطار، وبنحاول ان احنا في فقرات الورشه والمطبخ كمان نعمل حاجات جديده ونعتمد اكتر على نفسنا ونتعود على ده من واحنا صغيرين، حتى لو كانت حاجات صغيره خالص على قدنا، لكن لما بنكبر بنتعلم ان احنا نعتمد دايما على نفسنا. خلصت حلقتنا النهارده من شقاوة شطار، ما تنسوش تتابعونا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار. باي باي.